يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل الجن في قول الله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا؟ نعم، كما سمعت في سورة الجن وفي سورة آخر سورة حاميم الأحقاف، آخر سورة الأحقاف، أنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا وأسلموا، وأنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتمع معهم ويسألونه، فاجتمع بهم في مكة، فهم بلا شك أنهم عالم مكلفون، مكلفون بالإيمان والعمل الصالح، مأمورون ومنهيون، والشرع للجميع، الشرع للإنس والجن، الشريعة الإسلامية للإنس والجن.